يا مساء الخير والسعادة. خلونا النهاردة نتكلم عن أكتر حاجة بتقطع العلاقات بين الناس وبتزعل الناس من بعضيها، نقل الكلام. نقل الكلام ده أكتر حاجة يزعل الناس من بعضها ويقطع العلاقات. كل ما الكلام يتنقل كأن النار شغالة وانت بتكب عليها بنزين، نقل الكلام ده هو البنزين اللي بيزود النار. نقل الكلام ده هو اللي بيزود الخلافات بمثابة البنزين على النار. فربنا قال سبحانه وتعالى: والذين عنوا اللغو معرضون. فاللغو اللي هو كتر الكلام ونقل الكلام، اي مشكله بيتم التعامل معها المفروض ان احنا ما نقلبش في الكلام خالص عشان المشكله تنتهي وتخمد كأن نيران خمدت. لكن كل ما نبتدي ننقل الكلام وننقل المحادثات ده هيزود المشكله، هيزود المشكله كتير قوي، يعني مش هتنتهي، هتفضل الى ما لا نهايه وهتستهلك من طاقتنا النفسيه وراحه بالنا كتير. يعني ممكن بسبب نقل الكلام ده تبات من نوم منكد، مش مركز، مش مستمتع بيومك. فهو حل اي مشكله تجنب الكلام فيها. لو نجحت في ان انت تجزم، يعني والقاضي من الغيظ والعافين على الناس، لو حد جه قال لك فلان قال عليك حاجه او فلان قال عليك اي حاجه وانت سكت، خلاص كظمت غيظك، فخلاص هنا المشكله انتهت. لكن هتقعد تقول كتير وتعيد وتزيد مش هتنتهي، وهتستهلك من طاقتك الإيجابية ومن راحة بالك ومن تركيزك في شغلك في بيتك في حياتك الخاصة في كده. يعني هتحس بمرار، يعني المشكلة دي هتجيب لك المرض. فحل أي مشكلة الابتعاد تماما عن نقل أي كلام، المشكلة هتنتهي لوحدها. والسلام عليكم.